السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة. النهاردة ليوم السبت زي ما تعودنا دايما بيكون معنا دكتورة أخصائية التغذية. معنا النهاردة دكتورة روعة أخصائية التغذية. مرحبا بك دكتورة، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب شيف محمد، مساء الخير عليك، مساء الخير على كل مشاهدينك خاصة. اليوم أكيد النكهة حتكون مختلفة جدا مع شيف محمد، وعامل لنا أطباق جميلة جدا وحاجات حلوة جدا، وحنتكلم كمان عن بعض العادات الصحية اللي احنا مفترض نلتزم بها خلال رمضان عشان نكون صحيين وكمان جسمنا كمان يكون صحي. وشيف محمد نشوفك انت عامل لنا شنو اليوم. طبعا النهارده دكتورة احنا في مسيرة طبعا لسه بنكمل بنتكلم عن الشوربه. ان لازم يكون في شوربه يا جماعه اول حاجه بنشربها عشان تدفي المعده، لان المعده تكون فتره طويله ما دخلت لها اي حاجه، فلازم تكون في شوربه دسمه او شوربه جميله لازم تخش الاول. فاحنا النهارده عاملين مع بعض شوربه العدس، وعاملين كمان رز بالخلطه، وعاملين القطايف العصافير اللي هي محشيه بالكريمه والمكسرات. تمام، دي اطباق اليوم ان شاء الله. النهارده هنشوف مع بعض مكونات اول طبق مكونات شوربه العدس ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مره ثانيه دلوقتي وهنعمل مع بعض شوربه العدس. طبعا شوربه العدس يا دكتوره ليها كام طريقه، احنا بنحاول نعملها بطريقه سهله انها تكون كمان خفيفه على المعده في رمضان. تمام، هنعملها بشويه زيت صغيرين. في ناس بتحب تعملها بالسمنه بس، بالزبده بس، مفيش مشكله، اي ماده دهنيه عندك ممكن تعمليها بيها. هننزل بالبصل معاها ومعاها الجزر كله مع بعض يا دكتوره، ما بنحمر البصله كلها لوحدها. طبعا احنا دايما بنحاول نعمل كل الخضروات بناخدها سوتيه كده بس مع بعض. مع حبه بطاطس وحبه بطاطس كده مقطعه، كله مقطعه مكعبات حجم صغير. ونقلب كل ده مع بعض. في ممكن كمان نحط معاها فصين ثوم، او ممكن تعملي الدقه بتاعه الثوم دي في النهايه. كده نقلبها كلها مع بعض، ونكون طبعا نقعين الرز شويه صغيرين او غسلينه غسله خفيفه كده. وبعدين ننزله بالشكل ده، نقلب كل المكونات دي كلها مع بعض، نحط البهارات بتاعتنا. في ناس بتحب لو طبعا اللون العدس الفراشه زي ما حضرتك شايفاها دكتوره بيكون لون برتقاني، ما محتاج ان انت تضيفي له. في انواع من العدس بيكون لونها فاتح، فاحنا بنضيف لها معلقه كركم عشان تصفر لك اللون شويه. لكن عدس الفراشه طبعا زي ما احنا شايفين اللون البرتقاني الداكن، يعني بيديك لون الشوربه الطبيعي العادي. تمام، نقلبه كده كويس، وبعد كده نضيف مع بعض فصين ثوم زي ما اتفقنا، ممكن نضيفهم مع بعض في البدايه وممكن نضيفهم في النهايه، تفرميهم وتحمصيهم مع حته سمنه ومعلقه كزبره، او ممكن تقطعيهم كده من البدايه وتضيفيهم مع المكونات كلها الخضروات عشان يكون الحاجات كلها نيه في نيه. تمام تمام، نضيف كده الثوم، وبعد كده نضيف البهارات بتاعتنا، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، معلقه حبهان صغيره، ممكن نحط كمان معلقه خفيفه من القرفه. بعد كده نقلبها، في ممكن نحط عليها كمان معلقه صلصه، وممكن نخليها في النهايه خالص قبل ما تكون انت مثلا عاوز تغمق اللون شويه تحط معلقه ما احتاجتيه. رز الفراشه ما محتاج الكلام ده. تمام تمام، ونبتدي نضيف له كميه الميه المناسبه لحد ما تستوي الخضروات دي كلها مع العدس. وبعد كده نضيف شويه ملح بسيطه، ما بنحطش الملح برده في البدايه، بنطعمها في النهايه. تمام، ممكن نضيف لها كمان معلقتين سكر عشان تديكي طعم حلو جدا للعدس. تمام تمام. طيب الشوربه بتاعت العدس اللي حاليا عاملها شيف محمد، ما يلينا احنا بس نستقبل بها او نحلل بها صيامنا، كمان ممكن نتسحر بها. حاجه غريبه شويه لكن بقول لكم ان هي مفيده بالذات للناس اللي بيتعبوا من الجوع.
في ناس ما بيستحمل الجوع، فأنا بقول لكم لو مع السحور أخذت لكم كوباية من شوربة العدس بيعمل شنو؟ بيساعد على إنه يحسسك إن المعدة مليانة، فأنت ما بتحتاج إنك أو تحس إنك أنت جعان كثير في النهار رمضان. غير كده إنه العدس مليان كمية من البروتينات، لأنه هو واحد من البقوليات النباتية، أو هو بيعتبر كمان مصدر من مصدر البروتينات النباتية المفيد جدا لصحة الإنسان، حتى بالنسبة للأطفال. حتى لو عندنا أطفال إحنا أدب عايزين نعلمهم إنهم يبدوا الصيام، يبدوا صوم الصيام، ممكن نديهم كمان من العدس، حيكون مفيد جدا لهم وصحي جدا لهم. طيب دكتورة كده ضفنا نسبة المية، ممكن زي ما اتفقنا تحطي معلقة صلصة لو حبيتي أو في الختام يعني بعد، أو في النهاية ممكن تعمليها مع التومة وتنزليها بتديكي لون الزهر الفاتح مع العدس. تمام نغطيها كده ونخليها بقى إيه تستوي. عندنا كمان النهاردة الرز بالخلطة، رز أبيض عادي إحنا هنعمله، بس ليه خلطة معينة لازم تتعمل معاها بالكبدة والمكسرات. ممكن نشوف مع بعض المكونات ونرجع نكمل تاني مع بعض. ورجعنا مع بعض مره ثانيه، وهنعمل دلوقتي الرز يا دكتوره بالخلطه برضو منتجات شركه مروج، عامله لنا الرز كمان، رز جميل جدا. في بعض الناس بتحب تعمله مسلوق او بتعمله بالطريقه اللي احنا نعملها بيها النهارده اللي هو رز بالخلطه. تمام رز حلو جدا يا دكتوره، بيستوي من ليه سرعه في التسويه جميله جدا، الحبه كمان بتاعته مميزه. هنبتدي نعمل فيها الماده الدهنيه كده، وبعد كده ننزل بالرز. ما بتحتاج تديه غسلة أول زي الرز؟ ممكن يا دكتورة بياخد غسلة وممكن ما تديه غسلة. الرز دايما لما بيكون فيه مثلا زي الرز المصري بيحتاج ان انت تقلبيه بسرعة في الزيت، ما بيحتاج مية كتير. لكن ممكن تعملي له غسلة لو انت هتعمليه مسلوق مثلا، او تعمليه في صنف محشي مثلا، هتعمليه في بودينج، هتعمليه في حاجات زي دي، ممكن تعمليه غسلة. تمام نقلبه كده كويس. كمان شوف هنلقى في ناس كثير عندهم أسئلة من إنه كيف طريقة العمل بتاعت الرز، زي ما أنت شرحت لي. أنا كان سؤال ما معروف المشاهدين عندهم أسئلة شنو، أكيد إحنا حنكون سعيدين باستقبال أسئلتكم، وكمان نلبي طلباتكم عبر أرقام هواتفنا اللي بتكون ظاهرة أسفل الشاشة، أو ممكن تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك سوداني 24 تي في. إن شاء الله يا دكتور. هو عادة يا دكتورة الرز عشان ما نفقد فيه كمية النشا بتاعته كلها بنبتدي نعمله في مية، شوية مية غسيل خفيف جدا. لو انت عاوزه تعمليه تغسليه، تمام، او لو انت الرز واثقه من نظافته بعد كده بتعمليه طوالي على طول في النار، هي كده كده لما بينزل في ميه سخنه بيقتل اي حاجه فيه. تمام كده بالشكل ده، ننزل معاه بملح وفلفل، نقلب الرز، نكون مجهزين ميه سخنه جنبنا. ده جزء من رز الخلطه اللي احنا المفروض بعد كده هنعمل الكبده في الطوه الثانيه لوحدها مع البصل والمكسرات، وناخد منها جزء صغير نقلبه مع الرز يستوي معاه، بس بعد ما بنسوي الكبده الاول. تمام نقلب كده مع شويه ملح وفلفل صغيرين عشان نديها نكهه حلوه جدا مع المكسرات، لان احنا طبعا هنحط له شويه سكر كمان كده الرز عشان يدينا طعم مختلف مع المكسرات والزبيب. تمام الناس هتستغرب شويه دكتوره من السكر، بس هو الرز الخلطه بتحط له شويه سكر صغيرين. أيوة. في انواع من الرز كمان بتحرق لها السكر بتعمليه زي الكراميل عشان يديك اللون الكراميل. تمام هو ما بيظهر فيه كتير، لكن انت لازم تحطيها فيها بيديكي طعم الحلو ومر زي ما احنا بنقول كده. كده بالشكل ده ونبتدي ننزل بالميه. طيب في ناس حتستغرب انه في رمضان عموما ما بنلقى الناس بتناول الكبده، يعني شبه هنا الشهر كله ما في ناس بتتناول كبده كثير، عندنا هنا بالذات في السودان.
فأنا بقول إنه الكبدة بتكون صحية جدا ومفيدة جدا، بالذات للناس اللي بيعانوا من نقص في فيتامين B12، لأنه هي غنية جدا أو هي مصدر من مصادر B12 بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل معه أو نقص فيه، وممكن كمان نتناولها عادي في شهر رمضان عادي جدا وبتكون صحية كمان. طب يا دكتوره نبتدي نقطع الرز بقى زي ما شفنا بياخد الغلوه بتاعته دي. أيوة. وبعد كده نزود له النار نخملها على شعله بسيطه جدا. تمام. وهنخلي العدس هنا برده جنبنا يستوي. بعد كده نعمل مع بعض الكبده. الكبده هننزل بالماده الدهنيه بالشكل ده ومعاها معلقه سمنه كده عشان النكهه طعم الرز النكهه حلوه جدا. كمان العدس احنا ممكن نعمله زي ما اتفقنا مع معلقه سمنه ومعلقه زيت خفيفه، فصين ثوم نحمصهم شويه صغيرين مع معلقه كزبره وبعدين ننزلهم معاها، بس الكلام ده في النهايه عشان تدي طعم ونكهه حلوه للعدس. تمام تمام. هنكون مجهزين الكبده قطع صغيره كده بالشكل ده، وزي ما عارفين طبعا الكبده بتحتاج ثوم، لازم تديها ثوم كميه عشان تطلع معاك جميله جدا بالشكل ده. معانا ام محمد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اهلين يا ام محمد. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. طيبه يا ستي كل، الله يخليك. ايوه بسال من طريقه عمل الكنافه بالقشطه. الكنافه بالقشطه؟ ايوه الكنافه بالقشطه، وعايزه يعني كذا طريقه لوصفات الكنافه. ليه؟ لوصفات الكنافه. حاضر. احنا امبارح عملنا كنافه بالقمر الدين. ان شاء الله الايام اللي جايه دي هنعمل كل يوم نوع كنافه مع طبعا رموش الست والصابع زينب وبلح الشام، الحاجات الرمضانيه الجميله دي كلها، الحلويات الشرقيه ان شاء الله الايام اللي جايه دي هنعملها لكم ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم يا ان شاء الله. تسلم يا استاذ كل، الله يخليك. طب يا دكتوره بندي تحميصه كده للمكسرات. للمكسرات. وهننزل طبعا بالثوم والكبده بس بعد ما نحمص المكسرات شويه. هننزل طوالي مع الكبده؟ لا هنعملها لوحدها وبعدين ننزل على المكسرات. احنا بنديها شويه ميه صغيرين عشان نلون بيها الكبده. أيوة. يبقى لون بني كده شويه وبعد كده نزود المكسرات عليها. تمام. يعني جزء بيتحط جوه مع الرز وجزء انت بتعمليه على وش الرز من فوق. تمام. عشان ننكه طعم الرز كمان بيكون بطعم مختلف. اكيد طبعا. طيب بالنسبه للمكسرات ظريفة جدا وصحية جدا لو كانت بالذات نية بدون ما هي تتحمص او تخش في زيت او يضاف لها الملح. ليه؟ لانه بتساعد في محاربة الكوليسترول بالذات للناس اللي عندهم انسداد في الشرايين، فيعرف انه يتناولوا منها على قدر كفة يدهم، هي نية. اما بمجرد ما تتحمص او تاخذ زيت او كده فهنا بتشتغل عكس، يمكن تزيد لي الكوليسترول في الدم، فاحنا نحاول نقلل منها وهي محمصة بالنسبة للناس اللي بيعانوا من ارتفاع في الكوليسترول او مشاكل في القلب عموما. ان شاء الله يا دكتوره. خلاص كده احنا حمصنا زي ما شايفه الزبيب بدا يتنفى كده، نرش عليه شويه سكر صغيرين وهنعمل شويه قرفه وبعد كده نحطهم لوحدهم ونبتدي نعمل الكبده بقى وراها على طول. احنا كمان بناخد النكهه دي من الطوه نفسها اللي انت شغاله فيها. ريحه الريحه حلوه، ريحه القرفه كمان لما بتنزل معاها والسكر بتدي للمكسرات طعم جميل جدا، وفي نفس الوقت بتحافظ على اللمعه بتاعه المكسرات. ما بيدبل لما بتيجي تحطيه مع السخانه بيدبل المكسرات، لا احنا كده حافظنا عليه وبنخليه بالشكل ده كده بيفضل لامع. أيوة. تمام. بعد كده هننزل بالماده الدهنيه برده ومعلقه زبده صغيره او معلقه سمنه بلديه كده بالشكل ده. بعد كده يا دكتوره نطلع بالثوم وننزل معاها على طول بالكبده. طيب كمان دارينا نشوف كمان اللي هي القيمه الغذائيه بالنسبه لطبقنا اليوم، الرز مع الخلطه او الرز مع الكبده، الخلطه بتاعت الكبده اللي هو طالع القيمة الغذائية بتاعته من كل 100 جرام، كل 100 جرام بنلقى فيها نسبة عالية من الكربوهيدرات اللي هو بنلقاه الكربوهيدرات بتاعنا بنلقاه 50 جرام، عندنا البروتين 8 جرام، الدهون أقل حاجة هي 4 جرام، البروتين طبعا متمثلة في الكبدة، الكبدة أساسها هي
مصدر من مصادر البروتين، فعشان كده بنلقى البروتين فيها عالي. الوجبة صحية جدا ومفيدة جدا بالذات للأطفال. ليه؟ لأنه بقول لكم دائما كثيرين في الحركة بتاعتهم كثيرة جدا، فبيحتاجوا نسبة من السعرات الحرارية تكون عالية شوية بالذات من الكربوهيدرات، والوجبة بتاعت اليوم غنية بالكربوهيدرات وكمان البروتين عشان يعمل لهم تجديد للخلايا بتاعتهم، هم أساسا في مرحلة بتاعت نمو فبيحتاجوا نسبة من البروتين. طيب دكتورة نبتدي نطعمها بقى كده، تطعيم خفيف، شوية فلفل صغيرين، ما نكتر فيها البهارات كتير، احنا عاوزين بس طعم الزفارة بتاعت الكبدة تطلع. هنديها شوية كزبرة صغيرين كده، شوية شمار والملح كده، بيبان يا دكتورة طعم الملح وطعم المكسرات مع الرز. أيوه. واللون نفسه بتاع الكبدة لما احنا بنحط عليه المكسرات دلوقتي هيطلع لون بني شوية. تمام، نقلبها كده كمان. الناس اللي شوف محمد معلش على المقاطعه، لكن حتى الناس اللي بيعانوا من فقر دم او انيميا لو تناولوا كميه من الكبده لفتره يعني لحد ما الفقر الدم بتاعهم يقل او يختفي تماما، الكبده هي بتساعد على تجديد خلايا الدم، من اقوى المصادر اللي هي بتساعدني انه تعمل تجديد لخلايا الدم. طب يا دكتوره بعد ما بناخد الكبده كده ونحس ان خلاص المسام اتقفلت، بنضيف لها شويه ميه صغيرين كده عشان بس نطلع اللون بتاع الكبده في المايه دي، وبعد كده مع الصوص بنديه مع الرز بيطلع لونها جميل جدا. تمام، شويه صغيرين جدا ما نكترها عشان احنا هناخد منها جزء فوق مع الطبق الرز وجزء هيكون مع الرز متقلب فيه اساسا عشان يديله النكهه بتاعت الكبده نفسها. تمام، خليها كده كده بقى خلاص الرز خلص وعملنا الكبده والمكسرات حمصناها جهزناها مع معلقه قرفه ومعلقه سكر صغيره وعملنا شوربه العدس ونسيبها تستوي، بتاخد لها زي نص ساعه دكتوره، يعني من الشرب السريعه جدا المهمه اللي لازم نتعود عليها، فيها خضروات، فيها زي ما حضرتك اتكلمتي بروتين جدا على العدس، فيها حاجات جميله جدا. طبعا شركه مروجه دكتوره عامله لنا الرز، العدس، الصلصه، كل المنتجات بتاعه الرمضانيه احنا شغالين بيها. تمام، ايوه متعودين طبعا في الاسره السودانيه او في السفره السودانيه لازم يكون في حاجات معينه. أيوة لازم فعلا بتكون ساعات كتيره كمان في أيوة الفطار. كده يا دكتوره خلاص نخلي بس الرز ياخد شويه وبعد كده نضيف له شويه كبده نقلبهم مع بعض ونخليه يكمل تسويه، وبقيه الكبده وبقيه المكسرات هنعملها فوق مع طبق الرز، يبقى الرز بالخلطه مكتمل معاك. نخلي بس الرز ياخد شويه كبده نقلبهم مع بعض وبعد كده نضيف له شويه المكسرات هنعملها وبقيه الكبده وبقيه بعض ونخليه يكمل تسويه، يبقى الرز بالخلطه مكتمل معاك. نخلي بس الرز ياخد شويه كبده نقلبهم مع بعض وبعد كده نضيف له شويه المكسرات هنعملها وبقيه الكبده وبقيه ونخليه يكمل تسويه، يبقى الرز بالخلطه مكتمل معاك. شويه كبده نقلبهم مع بعض، نخلي بس الرز ياخد شويه وبعد كده نضيف له شويه وبقيه الكبده وبقيه المكسرات هنعملها ونخليه يكمل تسويه، يبقى الرز بالخلطه مكتمل معاك. شويه كبده نقلبهم مع بعض، نخلي بس الرز ياخد شويه وبقيه الكبده وبقيه المكسرات وبعد كده نضيف له شويه ونخليه يكمل تسويه، يبقى الرز بالخلطه مكتمل معاك. المكسرات هنعملها شويه كبده نقلبهم مع بعض، نخلي بس الرز ياخد شويه وبقيه الكبده وبقيه شويه وبعد كده نضيف له شويه كده الرز بالخلطه مكتمل معاك ونخليه يكمل تسويه، شويه كبده نقلبهم مع بعض، نخلي بس الرز ياخد شويه مكسرات هنعملها وبقيه الكبده وبقيه الرز بالخلطه مكتمل معاك وبعد كده نضيف له شويه كده ونخليه يكمل تسويه، شويه كبده نقلبهم مع بعض، نخلي بس الرز ياخد شويه مكسرات هنعملها يبقى الرز بالخلطه مكتمل معاك وبعد كده نضيف له شويه وبقيه الكبده وبقيه
ورجعنا مع بعض مره ثانيه وهنعمل دلوقتي القطايف. طيب القطايف زي ما احنا شفنا المكونات كوبايه وثلاث ارباع ثاني كوبايه حليب. تمام كده بالشكل ده، وهنعمل معاهم كوبايه ونص دقيق، يعني كوبايه كوبايتين الا ربع حليب وكوبايه ونص دقيق. هنضيفهم كلهم مع بعض بالشكل ده، وبعد كده نضيف عليهم معلقه خميره. تمام معلقه صغيره او نص معلقه كبيره زي ما يكون المعلقه اللي عندك، ومعاهم نص معلقه برضو او معلقه صغيره بيكنج باودر، وبرضو نفس الحكايه السكر. تمام كده دي كل المكونات بتاعه القطايف، يعني خميره بيكنج باودر سكر دقيق وحليب. هنقلب كل المكونات دي كلها كده مع بعض، ما محتاجه اي اضافه ثانيه يا دكتوره، يعني كوبايه ونص دقيق، كوبايتين الا ربع حليب، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره، ومعلقه برضو سكر. تمام كده بالشكل ده ونقلبها. العجينه دي لازم تستريح اقل حاجه نص ساعه، يعني بعد ما بنضربها كده ونعجنها كويس هي بتكون سايله شويه العجينه دي، بنسيبها شويه زي نص ساعه وبعد كده نبتدي نشتغل بيها. تمام لما بتسيبيها بتخمر شويه، انت عشان تعرفي ان القطايف طالعه معاكي مظبوطه وهي على النار بتحطيها في طوى طبعا تيفال او صاج، وبعد كده تدهنيه شويه زيت خفيفه جدا، ما يكون في زيت كتير عشان ما تتحمر منك. بعد كده هتلاقيها اتطلعت منك فقاقيع كده. أيوة. الفقاقيع دي هي ده نجاح القطايف زي ما احنا هنشوفها كده دلوقتي مع بعض اهي. واهم حاجه لما بتعمليها تغطيها على طول، لان هي بتستوي من جنب واحد عشان تبتدي تقفل معاكي المسام بتاعتها. تمام تمام، يعني الفقاقيع بتاعتها بتكون بالشكل ده كده يا جماعه، اول ما بتعمل كده في النار هو ده نجاح القطايف. هي بتكون مستويه تسويه خفيفه من ناحيه واحده، ومن الناحيه الثانيه هي بتبقى قريبه من العجين عشان لما تيجي تقفليها بتتقفل كده بالشكل ده تتماسك معاكي. اه تمسك. في طريقتين للتسويه او ثلاثه، ممكن تعمليها كده وبعدين وهي نيه كده تعمليها في العسل، وبعدين تعمليها في المكسرات وتحشيها الحشوه اللي احنا شايفينها مع بعض اللي هي الكريمه. بتعملي الحليب مع السكر في النار مع الحليب المكثف، وتضيفي لها بعد ما تطلع من النار معلقه صغيره من ماء الورد، بتديكي نكهه حلوه جدا مع الكريمه، وفي نفس الوقت بتطعم لك طعم القطايف. تمام تمام، بنعملها زي ما احنا هنشوف احنا هنعملها دلوقتي مع بعض بالطريقه ديت. في طريقه ثانيه بتتقفل بالمكسرات، تعمليها حجمها اكبر شويه وتقفلي كل الاطراف بالمكسرات بايديكي بعد ما تتحشي بجوز هند وقرفه شويه مكسرات فول سوداني. عاوزه تعمليها بالكريمه برده ممكن، وتقفليها تقفيل كامل، يعني بتقفلي المسام بتاعتها من بره كلها، وبعدين تحطيها في الزيت تحمريها، وتكوني مجهزه عسل تقيل سخن بره تروحي مطلعها. تمام وتنزل فيها، وبعدين تطلعيها تتصفى، وبعدين تحطيها تتصفى شويه، وبعدين تحطيها برضو عليها شويه جوز هند وتقدميها برضو سخنه. دي طريقه، وفي طريقه على البارد بتعمليها زي اللي احنا هنعملها كده النهارده. دي بتبقى القطايف بالشكل ده، يعني دي العجينه بتسيبيها تستريح نص ساعه، وبعد كده تعمليها هتطلع معاكي مخرمه بالشكل ده كده ومستويه من جنب واحد. بعد كده بتقفلي المسام زي ما احنا اتفقنا كده بالشكل ده، نص قفله كده تضغطي عليها ما تخافيش على الاطراف بس. ايوه تمام، وتخلي النص الثاني فاتح كده بنقول عليها العصافير. ايوه تمام كده بالشكل ده. لما بتيجي تعمليها بالعسل والمكسرات بيمسك من على الطرف، وفي النص بتحشيها الكريمه اللي احنا عملناها. تمام تمام كده بالشكل ده كده، هنبتدي نعملها مع بعض. القطايف طبعا من الحاجات الرمضانيه اللي بنلقاها كتير انه الناس بتحتفل بها، يعني ممكن نقول انها هي احتفال برمضان او طقس من طقوس رمضان. بنلقى انه كل البيوت بتعمل القطايف، القطايف جميله جدا. اليوم القيمه الغذائيه بتاعتها طالعه من كل قطعه، القطعه مثلا تعادل لي 70 جرام، طبعا على حسب الحجم بتاع القطعه اللي انا بعمله. كل 70 جرام بنلقى فيه من السعرات الحراريه 145 سعر حراري، كمان بنلقى فيها من الدهون 4 جرام، الكربوهيدرات بنلقاه 36، البروتين 3 جرام. طيب شيف محمد، انا ممكن احشيها كاستر بدل الكريم عادي؟ ممكن يا دكتوره تحشي كاستر، تحشي كريمه، تحشي اي حاجه انت عاوزاها ممكن تعمليها. مكسرات كمان احنا قلنا على الطريقه عشان برضه تبقى سهله لبعض الناس، في ناس بتحبها المحمره ما بتحب تاكلها النيه. ايوه هنبتدي نعملها كده زي ما اتفقنا، نص قفله، تكوني مجهزه جنبك فستق مثلا او فول سوداني او جوز هند زي ما انت عاوزه، تقفليها كويس جدا كده نص قفله، وبعد كده تعمليها في العسل كده خفيف
اطرافها بس عشان برضه تديك الطعم المسكر، وبعدين تعمليها كده بالشكل ده، بتطلع معاكي بالشكل ده كده. بعدين نبتدي بالكيس نحشيها. تمام كده حشوه بسيطه كده، تمام تطلع معاكي مظبوطه جدا. تمام نبتدي نعمل كل الكميه بالطريقه دي، تعمليها في العسل اطرافها عشان تمسك معاكي المكسرات، وبعد كده تعمليها في الفستق او الفول السوداني او جوز الهند. تمام بالشكل ده، اضغطي عليها كويس جدا، تقفلي النص اللي تحت وبعد كده تحشيها زي ما انت عاوز كده بالشكل ده. سهله يا دكتوره صح؟ سهله جدا. دي القطايف العصافير زي ما احنا بنقول. اهم حاجه يا جماعه ما تسيبهاش تتعرض للهواء عشان العجينه تمسك في بعضها، لان لو نشفت مش هتعرفي تمسكيها كده في بعض. تمام هنعملها كده في العسل، وبعد كده نعملها في الفستق بالطريقه دي او الفول السوداني او جوز الهند زي ما اتفقنا. تبقى حاجه جميله جدا، ممكن كمان تديها كرز، تديها فواكه مجففه بالشكل ده. تمام طيب يا دكتوره، قبل ما نخلص بقيه الكميه ونشوف كمان معانا العدس هنضربه بعد، بس نستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظروا. رجعنا مع بعض مره ثانيه، وزي ما شفنا مع بعض قبل الفاصل احنا كنا بنتكلم عن القطايف يا دكتوره، عملناها بالشكل اللي احنا قلنا عليه، شكل سهل وبسيط جدا. اهم حاجه انها تكون معاكي مفقعه في النار، وتاني حاجه تغطيها على طول بكيس وانت بعد ما تطلعها من النار عشان تفضل معاكي لينه تبقى تقفل المسام بتاعتها وانت بتحشيها. تمام تمام. بعد كده هنحشيها بالكريمه، زي ما شايفين احنا عملنا جزء بالفستق، جزء بالجوز الهند، ممكن تعملي جزء بالفول، تعملي باي حشوه موجوده عندك. تمام تمام كده بالشكل ده، وبعد كده تحط لها حته كرزه كده في كل واحده مفيش مشكله عشان تكملي بيها الطبق بتاعك. سريعه وخفيفه ومريحه. وكمان يا دكتوره من نوع الحاجات اللي بتتعمل بسرعه كمان، يعني ممكن تعمليها قبل الفطار بنص ساعه وتحشيها كذا حشوه. في منها المقلي، لو انت بتعملي مقليات مثلا بتاع صابع زينب، بلح الشام، الحاجات دي كلها بتديكي شكل حلو جدا معاها. هي الوصفة دي ذاتها انا ممكن اعملها مقلية؟ ممكن بعد ما نقفلها كاملة تقفلي المسام، اهم حاجة ما يكونش فيها أي نفس عشان ما تشرب معاكي زيت، تحطيها في زيت سخن وتطلعيها تطلع معاكي مظبوطة جدا، بتبقى محمرة. بس أهم حاجة لما تطلعيها من النار تنزليها في عسل تجيل عشان تشرب، وبعدين تسيبيها تصفي شوية. تمام تمام؟ ممكن بقى نظبط الملح بتاع العدس، وبعد كده نبتدي نغرفها على طول يا دكتوره. زي ما شفنا احنا مش محتاجين فيها صلصه ولا اي حاجه، ممكن تضيفي عليها حبايتين طماطم بتكفيكي عن اي حاجه. كفايه جدا. طيب كمان شيف محمد، احنا ما شفنا القيمه الغذائيه اليوم لشوربه العدس. الشوربه طالعه من كل كوب، الكوب فيه 200 مل، بنلقى فيه من السعرات الحراريه بتاعته، بنلقى اكثر حاجه فيه هو البروتين والكربوهيدرات. ليه؟ لان زي ما قلت لكم انه العدس مصدر من مصادر البروتينات النباتيه المفيده جدا وصحيه جدا لجسم الانسان، وكمان الكربوهيدرات اللي هو بنلقاه في الخضروات عموما. طيب يا دكتوره معانا تليفون الاستاذه فاطمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلين يا استاذه فاطمه، بتتصل بينا من السعوديه على فكره دكتوره. مساء الخير. ايوه انا متصل. يا هلا والله، ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله تمام والله، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب، ازيك يا دكتوره؟ الله يخليك. تسلم يا رب. الله يسلمكم. شيخ محمد انا بسال على طريقه المسقعه. المسقعه؟ عاوزاها باللحمه ولا من غير لحمه؟ لا اللي باللحمه. باللحمه. طيب انت حضرتك بتجيبي الاسود بتحمريه حلقات او تقطعيه شرايح طويله مفيش مشكله، هتعملي كمان حلقات فلفل او تقطعيه برضو بالعرض اربع قطع الفلفلية الرومي، وتعملي معاها بطاطس برضو تحمريها، كل الحاجات دي تتحمر ثلاث ارباع تحمير كده، يعني ما تسويه كامله عشان هي لسه طبعا هتخش في الفرن شويه، وبعد كده تروحي عامله معاها الصاجه لحمه مفرومه مع بصل وثوم وطماطم
معلقتين صلصه، تبهريهم حبهان وقرفه وجوز الطيب، فلفل اسود، تقلبيهم على النار شويه وتديهم شويه صلصه صغيرين او حبيتين طماطم تفرميهم وتحطيهم عليها. بعد كده تعملي طبقات من الخضروات نفسها، اذا كان كوسه او بتنجان، وهو طبعا الافيد فيها اللي هو المشهوره في العالم كله بتنجان اللي هو الاسود والبطاطس والفلفل. تحمريهم تلات ارباع تحميره، ترصي التلات طبقات، وبعدين تحطي طبقه لحمه وتحطي تاني تلات طبقات من الخضروات. وحبيتي تعمليها بالبشاميل ممكن، حبيتي تعمليها بصوص طماطم خفيف ترشيه على الوش وعليه شويه جبنه ممكن تدخليها الفرن، او تعملي لها شويه بشاميل صغيرين وبعد كده تضيفيهم عليها وتدخليها برضو الفرن مع بيضه مثلا تضربيها، او معلقه جبنه مبشوره رومي او شيدر، اي نوع جبنه عندك موجود في البيت. لو ما عندك جبنه خالص ممكن تحطي معلقه سمنه عاديه. تمام؟ اوكي. بالهنا والشفا يا استاذه فاطمه. الله يسلمك يا شيخ، شكرا جزيلا. الله يخليك، تسلم يا رب. الله يديكم العافيه. طيب ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. اتفضلي يا فاطمه سامعك. ايه يا دكتوره، انا عندي قولون العصبي اللي هو المعده، اي شيء اكله احس بالام على طول، يعني رغم اني بعدت الدهون ما اكل دهون كثيره واشياء الحموضه زايده، بس برضو احس بالم زي الحرقان. طيب بتتناولي مشروبات الغازيه؟ بتاخدي حاجات شويه بهارات بتكون حاره، مثلا ابسط حاجه جنزبيل؟ ايوه اخذ زي الجنزبيل وزي الاشياء اللي فيها فلفل اسود. طيب انت مفترض توقفي كل البهارات اللي هي بتكون حاره لانه بتاثر معاكي سلبا. ممكن تشربي، تبعدي برضه من الحاجات اللي فيها كافيين زي الشاي، القهوه برضه ما مفترض تشربي منهم كميات كبيره لحد ما حالتك تتحسن. ممكن تشربي ينسون لانه هو ملطف للمعده، فما بيجيك الحرقان الالم الشديد اللي بيجيكي. اوكي دكتوره، تسلمي كثير. يلا شكرا لكم، الله يديكم العافيه، وكل عام وانتم بخير. الله يخليك، تسلمي يا رب. يا دكتوره دي الشوربه اهي خلصناها، ونعمل كمان معاها شويه عيش محمصين كده في الفرن او في الزيت على حسب طبعا الناس ما بتحب. ايوه ممكن تحمصيهم في الفرن افضل، بتطلع معاكي من غير اي ماده دهنيه بالشكل المحمص اللي احنا شايفينه ده. وكمان عملنا معاها ليمون، حبيت تحطي شطه طبعا تحطي كده، يبقى شوربه العدس انتهت. هناخد كمان نغرف مع بعض الرز ده، هيكون جميل جدا شكله. وجبه دسمه يا دكتوره وسريعه كمان. دكتوره مش عايزين ننسى برضو اعزائنا المشاهدين بيرسلوا لنا طوالي في صفحتنا اطبخ وارسل، نشوفهم معانا. ما شاء الله عليك يا فطومه، الشعريه الباكستانيه عندك ما شاء الله. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي يا فطومه، ما شاء الله شكلها جميل جدا والبشاميل شكله رائع بصراحه. اصابع زينب تحميرتها ما شاء الله جميله. معانا اصابع زينب ما شاء الله، هي طبعا مشتركه معانا مميزه دكتوره، بترسل على طول وبتحاول تطبق يوم بيوم بتهيألي. اكيد ايوه، احنا من هنا بنحييها وبنقول لك كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليك. نهاد عندنا حلى الطبقات ما شاء الله، حتى الورد بتاعك حلو بالتحليات. تسلم شكل يعني الورد تحفه بصراحه ما شاء الله، تسلم ايديكي. ده كان اخر ابداع لنا اليوم من نهاد، تسلم يدك يا نهاد، وتسلموا كلكم على الاطباق الجميله اللي بترسلونا بها. ان شاء الله ما نعدمكم. ان شاء الله دكتور. طيب شيف ابراهيم، شيف محمد، احنا هنجرب الحاجات دي متين؟ والله احنا عاملين يوعدونا دكتوره بس ما بيجيبولناش حاجه، مش عارف ليه، ما زعلانين مننا ليه مش عارف، بس بداوا ما شاء الله يبدعوا معانا يعني. بداوا بصراحه في الديكور كمان انا مبسوط منهم جدا، لان بداوا يبدعوا في حاجات خاصه بيهم، حاجات هم ما بيقلدوا الحاجه اللي احنا بنعملها، لكن كمان بقى يعملوا حاجات احلى كمان. زي ما حضرتك شايفه كده يا دكتوره، خلاص الكبده حطينا جزء منها مع الرز، وحطينا المكسرات مع باقي الكبده في ارضيه القالب نفسه بالشكل ده، ونضغط عليها كده عشان تتماسك كل المكونات كلها مع بعض.
الطبق بتاعنا دكتورة، نقلبه كده فيها. زي ما احنا شايفين الطبق اهو بالشكل ده. طلع شكل جميل. تسلم يا دكتورة. ده شوية بقدونس كده خفيفة. كده يبقى طبق رز بالخلطة جاهز معانا. نتمنى ان شاء الله الرز النهاردة يكون عجبكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، رز بالخلطة مع رز الفراشة، وعملنا كمان عدس الفراشة بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما شايفين اللون بتاعه اللون الاصفر ازاي، ما محتاج كركم ما محتاج اي اضافات تانية، زي ما شايفين اللون الاصفر اللي احنا متعودين عليه دايما في لون العدس، لون طبيعي جدا يا دكتورة. حتى حبات الرز زي ما احنا شايفينها حبة مظبوطة جدا ما فيها حاجات مكسرة، الحبة زي ما احنا شايفين عملناها حمصناها الاول مع الزيت وحطينا معاها المكسرات والكبدة بقت بالشكل الجميل اللي احنا شايفين، كل حبة منفصلة عن التانية، رز مميز عدس مميز، وكمان عملنا قطايف بطريقة سهلة وبسيطة جدا مميزة كمان مميزة ان شاء الله دكتورة. طيب احنا الاطباق تكون خفيفه عليكم النهارده ان شاء الله. طيب تسلم يدك شيف محمد على الاطباق الجميله، وتسلموا انتم كمان على مشاهدتكم لنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا مننا، وزي ما عودناكم دايما في الختام كل حلقه بنقول لكم في امان الله.